حياك الله عزيزي المشاهد في مهنة لعب. يا سلام على الأخبار هذه. سجل النجم المعار هدفه الأول اللي هو الهدف الأسطوري اللي جبناه في الحلقة الأخيرة مثل ما تشوفون. حلو، وصلنا إلى المركز الرابع. جميل، 20 نقطة. البايرن خرب بيته، طاير 33. الظاهر ما خسر ولا خسارة. أي والله، هو دورتموند صفر خسائر، وبإذن الله خسائركم بيدي ان شاء الله. اي مباراه تيجي من يعني خلنا نقول الخمس الاوائل فرانكفورت وفوق بلعب معهم ان شاء الله، لان اتوقع هم اللي ممكن نخسر منهم. اما اذا سويت محاكاه الباقي المباريات ما اتوقع راح يصير شيء. هالمره سويت له تمارين كل الجدول عن التمريرات، بحيث اني اطور في التمريرات لاني حسيتها سيئه كذا شوي. وصلنا ليفل 9. حلو، تم تحرير مكافاه ايش؟ ايوه، مباراتنا الجايه مولعه يا اخوان. المركز الثالث ليبزك تقريبا، صح؟ اي والله المركز الثالث. طيب اذا فزنا احنا وخسر فرانكفورت، شوف النقاط، المركز الخامس 21 والمركز الرابع 21 والمركز الثالث 21. اذا فزنا بنطير. هذه مباراه مهمه جدا جدا، ويا رب انه يدخلني من الدقيقه الاولى. تم يلعبون 3 دفاع 3-4-2-1، واحنا على تشكيلتنا 4-3-3، ونقول بسم الله. مباراه مولعه بين المركز الثالث والمركز الخامس. ايش فيك زعلان؟ ليه 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 داخل زعلان اليوم؟ تجنب الخسارة، اكمال 10 تمريرات وتقييم المباراة. بسيطة جدا. اول شيء التمريرات راح اسويها. اوه، الميزة حق المهارات فعلت يا اخوان من بداية المباراة، واضح انهم يبوني ارويكم مهاراتي. خلنا بس اقطع الكورة. اوه، شوف بدون ما المس بدون ما اضغط اي شيء اللاعب بنفسه حاول اقطع الكوره، فهذا دليل ان مهاراتي بدات تتطور بشكل كبير. ناول هنا في الوسط، تخرب بيتك، ناول في الوسط تخرب بيت اللي علمك الكوره. تمريره سيئه سيئه سيئه، بس كانت هجمه جميله صراحه. حارس حارس، صح عليك يا حارس، انت الوحيد اللي تفهمني. ايوه، التمريرات اوكي. هذه كانت تجربة للتمريرات. يا سلام يا سلام، روح روح داخل، روح روح. هذا قريب، هذا هنا. يا سلام على، يا لو رجعت عندي مضبوط والله كان 1-2 جميل. لا الفريق عاجبني، الفريق صراحة اليوم عاجبني، يعني احسهم شادين حيلهم كذا، ضاغطين مهم باردين، عرفت؟ مباراة مهمة مثل هذه تحتاج، ايوه تحتاج تركيز 2000. يا سلام عليك مهاد. الله الله الله، السرعة، الله الله، مش تسلل تكفى. تمريرة جيدة، بس ليش الرفعة الخايسة هذه يا اخوانا؟ بديت اهلك تكفون هدف. لمين هذه؟ ايوه، يعطيك العافية حارس، يعطيك العافية حارس. ليه تصدها؟ طيب دامك اعطيتني اياها، خلها تسلك تكمل. يوه حرام تضيع هذه. مدرب جالس بكل ترقب. حلو، البايرن الشوط الاول متعادل، ويا رب انه يبقى متعادل. ودورتموند خسران كذا، وضعنا 200 200. صح عليك، هي 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 هي. قدم له قدم له قدم له، حرك الكوره يا اخي. تكفى تكفى، يا سلام. حد معي حد معي؟ اي والله في واحد معي. اسيست، نضمن نضمن تمريره حاسمه مميزه. صح عليك، تعال اشكرني يا وسخ. ايه قدم. ليه ليه ليه؟ حكم حكم يا حكم، شوف له حل مع اللاعبين. شوف 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 شوف، خرب بيته، سلايت من خاطره ربي. مقهور مقهور بطاقه مريبه. طيب يا مريبة، متفاهم معك بعد شوي. يا سلام، وراء وراء وراء. يا سلام، هي هي. لاعب يتبطح هنا. انا جبت الثاني خلاص، بسوي محاكاة. صح عليك يا اخوي، بتنن انا. اسمحوا لي اسمحوا لي، ابغى تسديدة رهيبة، ابغى تسديدة باليمين. يو يا العارضة، مجهود جيد. لا 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 لا، مش عاجبني مجهود جي. يا شين فلسفة، لا تعقد الأمور مرة ثانية، على بالي بيطلعني.
دقيقة 70. شوف الربع يا اخوان. تكفى تكفى الثاني. يا سلام بكل ثقة يا اخوان. 10 تقييمي 10. اسستين وكنت بقول هدف بس ما جبت هدف صح كذا. طلب تبديل. خلينا نشوف طلب تبديل ايش يسوي. على طول بدلني. معلش يا اخوان يعني 12 كيلو اركض يا اخوان. شاهد ولا حاكي؟ لا لا حاكي. اريد اشاهد. 2-0 مباراه. اذا خسرته انقلبت النتيجه في 20 دقيقه ورب الكعبه. الحمد لله بقيت نفس ما هي. البايرن خرب بيت البايرن 4-2. ودرت من ايش صار عليهم. اساسي اساسي خلاص ما فيه كلام. كم 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 وصلنا؟ الرابع. ليه الرابع؟ شوف على اليمين البايرن فاز 4-2 قلبها بعد ما كان متعادل. دورتموند بعد ما كان خسران قلبها 2-1. لا لا مش طبيعي الوضع. انا اقول لكم خسائرهم بيدي ما في الا كذا. طيب بيني وبين فرانكفورت شو اسمه نقطة واحدة. متى راح نقابلهم؟ شوف مع الايام ينقص حق المدرب يخرب بيته. مباراتنا مع فورث كم تدريبهم؟ كم تدريبهم؟ كم ترتيبهم؟ يا رجل اخر اخر مركزهم 18. فاكيد يعني بسوي لهم حاكة. خل نرجع الجدول نشوف متى راح اباري. والله هذا هو فرانكفورت على طول مباراتنا الجاية. اول شيء عندنا مباراة شو اسمه هذا اللي بسوي لها محاكاة. وبعدين عندنا مباراة كاس مهمة. وبعدها مباراة مهمة في الدوري. خربيتهم المباريات المولعة. الحمد لله اني خايف والله ان المحاكاة نخسر. كنت افكر اني ادخل اسجل هدف او اساعد بهدف وبعدين انسحب. طيب حلو وصلنا الى الكاس. الله يا الجمهور. هلا 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 بكدش. هنا فريقي يا اخوان بديت افهمه. عنده اسلوب اللعب ارفع. اوه كانت اول تجربة. وين الكورة؟ حرك. انا بديت افهم الفريق يا اخوان لانه عنده بناء اللعب بطيء. فبناء اللعب البطيء يحتاج منك رواق كذا ما تفكر بالهجوم. فشوف كيف جالسين يلعبون ورا ماخذين راحتهم. هذا تكتيك المدرب فخلاص انا ما اقدر اغير. اعطهم مجال يتقدمون بشويش يحافظون على الكرة. شوف مثل هذه المحاولات حلوة. اصل محاولة مثل هذه الفرص تطلع خلاص طير فيها. الله الكاس. اوه حلو حلو. الله عليك. وين هذا؟ وين اللي ناول هذا؟ والله ما ادري. المهم عطى عطى حب على الخشم يا اخي. هذا التفاهم يا اخوان. هذا التفاهم. من اول ما شفته ناول على طول ضحكت. لأن الإنهاء جاي مربع كامل. تسمعون الطبول يا إخوان؟ تسمعون الطبول؟ الله 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 الله. لا لا خلاص مدرب يطيرني. الله والله يا إخوان سجل هدف وسست كل شيء. هنا 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 وربي يا اخوان شوته رهيبه. سلكولي عاد سلكولي. انا بشوف لي طريقه اغير تمركزي الى ال دبليو الى شو اسمه جناح. صح عليك صح يا قرينو. ناول يا قرينو. ناول على الطايره قرينو. كانت احلى من البدايه. تسلل كانت احلى من البدايه. نقش لي اياها كذا يبان يسجل نفس الحلقه الماضيه يا اخوان. وربي نقش لي اياها نقشه وقال هذه لعباتك تفضل. بس ما ادري كيف صدها من الذين الحارس. هذا الهجمة كافو يا ظهير. والله وحش هذا. روح طلع طلع الطياره اللي بداخلك. ها 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 قبل تسلل. ما ادري تسلل ولا لا. لمين هذه؟ ايوه الثاني صح عليك. ايوه كيف سلكت معك انت؟ تسلك معي. حلوه حلوه يا اخي حارسهم. والله الحراس قووهم يا اخوان في الله.
والله قووا الحراس ولا ما قووهم، شوتاتي تقوى مع الحراس. يا سلام، الله اكبر عليك، الله اكبر عليك. من هي في الجو الكورة والله. شوفوا من المنظر من هنا يا اخوان، لا تغير الكاميرا، خربت اللقطة، والله خربت اللقطة. يو بالله وش رايكم الهدف؟ بالله اكتبوا لي في الكومنت وش رايكم الهدف. المدرب يصفق عاد في شيء تريده؟ ها مدرب تمرات ايش لي 14 من 15 هذا لسه تمرين واحد. ابشر ايوه هذا تمرير واحد وهذا تمريرين وتبى تمرير ثالث بعد. طلب تبديل الانتقال الى النتيجه، خلينا نسوي انتقال النتيجه 3-1 باقي 20 دقيقه. انتهى 3-1 حلو. دورتموند فاز 3-0، بايرن 3-0، احنا 3-1. وصلنا الى المباراه بين المركز الثالث والرابع، فرانكفورت وهوفنهام. خلاص اضمنوا يا اخوان باذن الله المركز الثالث، وبعدها نتفاهم مع دورتموند، وبعدها نتفاهم مع البايرن. من سيكون لاعب ايش؟ دقيقه، في اخبار حلوه. من سيكون لاعب العام في 2021؟ طيب وين صورتي؟ والله خطير فرانكفورت، لكن باذن الله طاقاتهم شويه تعبانين الجماعه، ويلعبون 3-4-2-1 فبيكون ضغط كبير. بنقول بسم الله، مباراة جدا مهمة في هذا الدوري بإذن الله أن نجيبها. يا الله عطني المباراة هذا المولع، عطني المباراة المنتظرة. والدخلة الزعلانية هذه يوم يكون متعطش لاعبي إلى الأهداف. وعلى طاري الأهداف يقول لي نفذ تمريرة حاسمة في واحد هدف، ما تطلع إلا جايب هدف يقول لي. قلنا لعب بناء لعب بطيء، لكن بنحاول ان نسرع شوية. سلام، طولتها يا اخي طولتها. لا واضح خطورتهم، والله واضحة خطورتهم يا اخوان، باصاتهم مش طبيعية. حس اني يلعب مع البايرن. ايش الخبصة هذه؟ لا يا اخوان لا مش كذا. ناول يا قلبي، ناول هنا. الله يعطيك العافية. شوف الفراغات، حاولنا نستغل الفراغات بس لم تزبط معنا. يا دركس هدي علينا، هذا يصفق له ولا ايش؟ يصفق الهجمة. شوف الروح الرياضية يا اخوان، خرب بيتك. يا جماعة وربي انهم يضغطون. الف اسف اني طلبت التمرير، اسف بس كنت بغيت اضمن، حسيت انحشر حشرة. خربيتهم يا اخوان، خربيت مناولاتهم. معاك يا ذيب، معاك يا ذيب، ارجع. ايوه يا طاير، هذا طاير ما يعرف. بريك يا حبيبي، بريك يا وحش. والله انا يطلب الكرة عشان اناول لك، بس وش سوي؟ شوف وين طاير، حرك الكرة يخرب بيتك، حرك. لازم اطلب الكرة يعني. ايوه في الوسط، في لاعبين، ما حد شاف. لا مش لي. قتلت ام الهجمة بس يلا. حرام تضيع. يقول له تعال. تعال اطلع برا. يخرب بيتك. شات باليمين، ليه شفت باليمين؟ سامحني يا مدرب، بعوضها. الله عليكم يا وحوش، الله عليكم يا وحوش. الله 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 الله، اقتل ابو الهجمه. الله 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 الله، حلوة. لوب. لا، كرة ساقطة رائعة يا جماعة. أمتعكم في المباريات المهمة بعدين، مش بأي مباراة. لوب بس الحارس نقشها شوية، لوب إلا ولا ما لمسها. عطنا يا مخرج من لقطة ثانية. هيوة لوب، والله ما ادري، اتوقع انه ما لمسها يعني. ها
الله يا مدرب ما عليك، لازم تكون كلك ثقة. شوف كل ثقة فرجينهم. هيا طلعنا من السالفة. لا لا حول. 2-0. اوكي يبغى اسيست، يخرب بيته يبغى اسيست على اساس انه هيفرق معي غصبا عنه، بندخل اساسيين في المباراة الجاية. 2-0 تخيل تنقلب. بس ابى اشوف، انا ابى اشوف المركز الثالث قالوا زي ما هي. وعندنا مباراة دورتموند والبايرن. يا سلام كم النتيجة، عطني النتيجة ولا لسه ما لعبوا. هوفنهام يستعيد تفوق على فرانكفورت. دقيقة احنا مركز الثالث. يا سلام مركز الثالث 29 ل 26. يخرب بيتها 10 نقاط بينه وبين البايرن، بس الحين بيتبارون بينهم البين. ان شاء الله انا دورتموند يفوز وبنتلاحقهم بإذن الله، بنتلاحقكم. وبس يا شباب كانت هذه حلقتنا اليوم، اتمنى نالت اعجابكم. اعطوني رايكم في الكومنت ولا تنسوني باللايك، وشكرا على المشاهدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.